المصطفى شرح في تسجيلات النيابه ان شاف الدكتور ولاء من على بعد بعد رفحه الباب من جد يونس او من حمد دكتور ولاء، كان واقف بيقول لك متسمر حتى ما رمشليش ولا بصلي، ده لو كان رمشلي بايده بعينه باي شيء كنت فورا نجد. كان متسمر ليه؟ كان حد مهدده او هم كانوا واقفين؟ مهدد مخدر، مهدد بابن يونس. هو الراجل نفسه قال لك انا اتكسفت، حسيت ان الدكتور ولاء عمل وقعه شنيعه، عامل مصيبه يعني، وواقف مبلول بالبلد. فحس ان هو كده المشاكل بينهم وبين بعض، والدكتور عمل مشكله، فهم عيله مع بعض بيتصافوا مع بعض، وراح واخد بعضه ونزل. ده الاستاذ الكابتن مصطفى. الكابتن مصطفى ده اللي زوجته قالت له سمعنا هبده بقى بعدها لما، لا قبل الهبده سمعت صياح تلفزيون عادي، لا قبل التلفزيون صياح كبير وتهديد، ولو ما قلتش فلوسك فين هنموتك، ولو ما قلتش هنعمل. وسمعت بتقول لك انا سمع صوت الضرب والصفع بالاقلام على الجسد، وفجاه حدث سكون. التلفزيون صوته عالي، سكون لبضع دقائق، ومن بعدها صب اغاني، صب اغاني كانه حدث فرحا. يعني الراجل ده في التصور ان الضرب جاله شيء، حدث شيء، مات في ايديهم، خصوصا ان هو عنده مريض القلب ومركب دعامه في القلب. فهنا الدكتور ولاء وقع سريعا، ده يبينه الطب الشرعي، ده تصور، وقع سريعا في يدهم، جالهم حاله ذهول، فقدان تركيز، مش عارفين يعملوا ايه، هيتصرفوا ازاي. بعد ما الناس شافتهم جوه، ما البواب شافهم، رجع الكابتن مصطفى شافهم، ولاء بعت رسائل استغاثه لاكثر من شخص، جروب العماره، زوجته، اخته، والدته، وبدا يستغيث بالناس. يعني ايه جايبالي بلطجيه اصحاها هي وابوها واخوها وكذا، وذكر